بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنتناول مع بعض الكلام عن السؤال الثاني في ورقة الامتحان، وهو سؤال إيه؟ أيوة، سمع حد بيقوله، سؤال المواقف situations، how to deal with situations، إزاي أتعامل مع المواقف، إزاي أحل سؤال المواقف في ورقة الامتحان. طبعا كلنا عارفين ان سؤال المواقف عندنا هو السؤال الثاني في ورقة ايه الامتحان، هو السؤال ايه الثاني في ورقة الامتحان، المواقف situations. قبل ما نبدأ ان شاء الله نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا النهاردة هنتكلم عن السؤال الثاني في ورقة الامتحان، وفي نفس الوقت واحنا لما نناقشه ازاي نحله بطريقة بسيطة وسهلة، وفي نفس الوقت ازاي نأجب الأسئلة. طبعا كلنا بنراجع أسئلة كتاب المدرسة اللي بتدل على المواقف، أو اللي وردت في كتاب المدرسة عن المواقف، جميع امتحانات كتاب التدريبات بترتيب الأسئلة زي ما هي عندنا في الكتاب، مع امتحانات كتاب الورك بوك بالإجابات ايه النموذجية. طب تعالى كده نبدأ النهاردة ونتكلم عن سؤال المواقف. زي ما احنا شايفين situations اللي هو number two اللي هو المواقف. طيب اول مواقف قابلتنا طبعا عندنا في الوحدة or في unit one. طيب يعتمد السؤال على معرفة هل ستجيب ام تسأل بشكل رئيسي. طبعا السؤال بيعتمد هل انا هوجه سؤال، ولا انا هرد على سؤال اتوجه لي، ولا انا هدي رأيي في موضوع معين. يبقى السؤال عندنا بيعتمد هل انا هجيب او هسأل، هل انا هجيب على سؤال توجه لي او انا هسأل بشكل ايه رئيس. اذا كنت هسأل لابد ان يبدأ الموقف ب، يعني ان كنت انا هوجه السؤال فلابد السؤال جاي لي في الامتحان write what would you say in each of the following situations. وطبعا سؤالك you ask، you ask انت بتسأل، او you want to know، you want to know، يبقى you ask or you want a to know. إذا كنت ترد على سؤال أو تعبر عن رأيك فيمكن أن يبدأ الموقف بإيه؟ Your friend asks، أو your father، أو your brother، أو your sister، or your mother، and so on. يبقى لو أنا هرد على سؤال اتوجه، أنا مش هنا بسأل، لأ ده أنا هرد، يعني مفروض أن السؤال يتقال لي وأنا هرد عليه. يبقى لو إمتى أعرف أن أنا هرد؟ لو جالي your friend asks، أو your father asks، أو your brother asks، أو you are asked. أنا you are asked هنا passive مبني للمجهول، يعني أنا توجه له السؤال وأنا هعمل له إيه؟ response يعني رد. طيب أو you express، هعبر عن رأيي عن شيء، أو you recommend يعني هرشح، أو you suggest يعني أنت هتقترح. يبقى لو جال الموقف بحاجة من اللي مكتوبة قدامي your friend asks، your father asks، your brother، your sister، your mother asks، يبقى أنا هرد. لكن إمتى أعرف إن أنا هسأل؟ في حالتين، لو جالي you ask يبقى أنت بتسأل، أو you want to know. طيب تعال كده ناخد واحدة واحدة. عندنا في unit 1 جاي لنا asking for recommendations، asking for recommendations، طلب توصية أو اقتراح. طبعا اللي أنا عاملاهم أو مظللاهم دول التعبيرات اللي شايفاها سهلة وبفضل ان احنا نحفظها ونستخدمها. في عندنا طبعا واحد او اتنين او تلاتة او اكتر من طريقة. انا اللي انا مظلله شايفاه اسلوب بالنسبة لي سهل، او بالنسبة للطالب اسهل وابسط ان هو يحفظه ويستخدمه. لو انت هتوجه سؤال for asking for recommendation يبقى عندنا do you recommend واذكر. طبعا do you recommend بيجي وراها الفيرب ايه في ing. do you recommend visiting the museum for example. Do you recommend we go to Russellburg? We go. Do you recommend you go? And so on. وطبعا معروف اللي الفعل recommend بيجي وراه الفاعل مباشرة الverb في ing. طب لو جه وراه subject بيجي وراه الانفينيتيف مصدر الفعل. You recommend أو do you recommend. Do you recommend we go أو do you recommend going. طيب ممكن استخدم what's the best place أو اسأل بطريقة واستخدم كلمة what's or expression what's the best place. طيب for giving recommendations المرة ده انا مش بسأل، ده انا هرد.
I recommend ودي رأيي أو the best place is ودي اسم المكان أو you can. You can أسهلهم أبسط واحدة فيهم إن أنا أستخدمها for giving recommendations. You can go to the museum. You can go to Russell Bar. You can read Black Beauty and so on. إحنا عندنا ال giving recommendation قلنا الأسهل مين you can. زي ما أنا عايز ممكن أقول I recommend وأذكر the best place. قلنا recommend the verb for ing أو subject والinfinitive أو the best place is وأذكر المكان، ولكن الأسهل you can وinfinitive مصدر الفعل مباشرة. طب نيجي عندنا في unit 2 اتكلمنا عن expressing feeling. لو قال لك you ask يبقى أنت هتسأل. You ask about feeling. You نسأل بإيه؟ How did you feel when? How did you feel when you watched the match? How did you feel about the match? أنا بحب جملة How did you feel about؟ ليه؟ لأن أنا هذكر وراها ناون اسم. أقول How did you feel about the book? How did you feel about the match? لكن لو أنا هستخدم when هجيب وراها سنتنس جملة. How did you feel when you saw the match? When you saw the film? When you read a book? Read a book. لكن الأفضل الأسهل How did you feel about؟ How did you feel إيه؟ about هنا you ask في الحالة دي أصلا أنا بسأل، أو you want to know your friend's feeling شعوره. طيب if I want to express my feeling أنا عايز أعبر عن شعوري، your friend asks you about your feeling هو سألك عن شعورك وأنت عايز ترد تقول له إيه I feel or I felt. I felt happy, I felt sad, I felt afraid, I felt scary خائف. أي تعبيرات من دي سهلة، يبقى I feel أو I felt. يبقى again يبقى للشعور عن، أو السؤال expressing feelings you ask. لو أنا بسأل how did you feel about أنا بحب الإكسبريشن ده. طب لو أنا هرد I feel or I felt واذكر إيه الadjective الصفة. طب نيجي بعد كده using sequences words عندنا في unit 3 تعبير عن الترتيب أو التوالي. For example you are asked about what you did or what you do. What you do after school بتعمل إيه بعد المدرسة أو before school going to school. مفروض أقول له first of all واذكر I for example I did my homework then afterwards I slept for example I watched TV. فنستخدم وأبسط expressions عندنا زي ما احنا واخدين أو شايفين أستخدم كلمة first of all or afterwards. يبقى لو سألنا what did you do after school or before school or what did you do at the weekend أقول له إيه first of all وأذكر جملة، وأجي بعد afterwards برضو وأذكر إيه جملة. first of all يعني أولا، afterwards بعد إيه ذلك. بعد كده اتكلمنا في unit 4 عن to express certainty. يعني certainty اللي هو التأكيد أو التأكد، اللي عشان أعبر عن التأكد بقول I am sure واستخدم السبجكت ومعاها الفعل عندنا. طب أنا ممكن أجيب مين؟ أجيب السبجكت الفاعل وmust be وmust be ونكمل الجملة، أو الفعل وcan't be وإيه ونكمل عندنا الجملة. For example I am sure she is a doctor. She must be a doctor. She can't be an engineer. يبقى هنا في الثلاث حالات أنا بتكلم عن certainty or express certainty التعبير عن التأكد. يبقى أنا متأكد you are sure مجرد هو بجلالي في الامتحان يقول you are sure about that he is a doctor. I am sure ممكن أقول بحول are you or you are إلى I am وكمل الجملة. You are certain or I am certain واكتب الجملة اللي عندي. طب لو أنا حبيت أستخدم must يبقى must بإيه ومصدر الفعل. He must be a doctor. He must drive well and so on. طيب if you want to express uncertainty لو أنا بقى هتكلم عن عدم التأكد أو التعبير عن عدم التأكد to express uncertainty. I am not sure. I am not sure he is at home. I am not sure he is at home. Subject might be at home. ممكن استخدم might. يبقى الأسهل عندي مين؟ I am not sure لأن هو في الامتحان. قولي you are sure أحول you are إلى إيه؟ I am وأكمل الجملة. I am not sure أتبقى I am not sure ونجيب السنتنس اللي مكتوبة عندنا ونحطها. He is at home. He might be at home. Perhaps
he will be at home. معروف ان perhaps بيجي معاها will plus infinitive لانها تعتبر من الكلمات الدالة على ال future simple. طيب نيجي بعد كده for adding information عشان نضيف معلومة. طب ايه التعبيرات اللي ممكن استخدمها for adding information؟ عندنا furthermore وعندنا in addition to وعندنا in addition. طب what's the difference between them؟ الفرق بينهم. Furthermore عاملة زي in addition، دايما قاعدين في النص وبيجي وراهم sentence وجملة كاملة. يبقى عندنا furthermore و in addition بس، شايفين عندنا في number في الجملة الأولى وفي الجملة الأخيرة. بيجي معاهم ايه؟ بيجي معاهم أيوة بيجي معاهم yes بيجي معاهم ايه؟ أيوة بيجي معاهم sentence. طيب نيجي عندنا ل in addition. in addition عاملة زي further more بالظبط، ايه بتيجي في النص وبيجي وراها sentence برضو. يعني ايه sentence؟ يعني subject وverb وتكملة الجملة. أمال in addition to بيجي وراها الverb في ing، يبقى بتفرق عندنا حرف الجر تو، تو بيجي معاها الاي ان جي. يبقى احنا عندنا adding information لإضافة معلومة ثلاث كلمات بنستخدمهم اللي هم مين؟ furthermore اللي قلنا بتسويها in addition، والاثنين بيجي وراهم مين؟ sentence وجملة. طيب in addition to بيجي وراها الverb plus اي ان جي. طيب emphasizing a point، emphasizing a point للتأكيد على معلومة. You must remember to أو don't forget to أو you must remember that وراها sentence وجملة أو don't forget that وراها sentence أو it's important أو it's necessary to plus infinitive. طيب أسهلهم مين؟ don't forget to، أنا بحبها جدا. don't forget to turn off the lights before you sleep. don't forget to you do your homework. don't forget to help the poor، ما تنساش تساعد الفقراء. don't forget to and so on. يبقى احنا عندنا expressions كتير to emphasize the point لتأكيد فعل معين، ولكن الأسهل فيهم مين؟ don't forget to. ليه سهلة؟ لأن أنا بستخدم معاه الانفينيتيف مباشرة. don't forget to do your homework. don't forget to do your homework. عندنا زي ما احنا اخدنا for adding information اضافة معلومة، عندنا contrasting information. contrasting يعني التناقض. طب احنا خدنا ثلاث كلمات بنستخدمهم for adding information، قلنا furthermore و in addition و in addition to، ولكن النهاردة بنتكلم عن contrast التناقض although و however و but. but what's the difference؟ although بتيجي مع بداية الجملة الأولى وممكن تيجي في النص، بس لو جت في النص برضو وراها الجملة الأولى والجملة الثانية بتصبح إيه؟ أولى. إزاي الكلام ده؟ لو قلت although he played well he lost. طب لو أنا عايز أجيب although في النص أقول he lost although he played well. يبقى أنا عندي كلمة although اللي هي معناها بالرغم من، although بالرغم من بتيجي مع بداية الجملة الأولى. طب ممكن تيجي في النص؟ أيوة، بس برضو معاها الجملة الأولى وبعدين الجملة الثانية بتتحرك تيجي فين؟ في الأول. طب عندنا مين تاني؟ عندنا however ومع ذلك. however عاملة زي بط، الاثنين بيجوا في النص. تاني however اللي هي ومع ذلك بتساوي بط اللي هي معناها لكن. ولكن however فين؟ ولكن however بتيجي في النص وتتبع بإيه؟ وتتبع بكمة. وجملتها إيه كمان؟ وجملتها منفصلة. يعني إيه منفصلة؟ يعني أنا بفصلها عن الجملة الأولى بفلسطوب. نقفل الجملة الأولى بفلسطوب ونبدأ الجملة الثانية بمين؟ بهوبر. طب لو حبيتي تحطيها سمول لابد إن أنا أحط قبلها كمة وبعدها كمة ونكمل الجملتين. أما بط بتيجي في مع الجملة الثانية ودايما في النص. لو جينا الجملتين he played well however he lost. he played well but he lost. طب لو جاب لي في الامتحان write وقال لي دخل لي however على جملة although، هنروح حاسبين الرابط القديم اللي هو مين؟ اللي هو although، ونحط however مكان الكومة في النص. طب لو عمل العكس وقال لي دخل لي although على جملة however، هروح انا شاطبه however من النص
وحط also فين؟ مع بداية الجملة الأولى، وهكذا مع مين؟ مع but. يبقى also بتيجي مع الجملة الأولى في بداية الجملة أو وسطها، بس لو جت في المنتصف بتتبع برضو بالجملة مين؟ الأولى. أما however مع الجملة التانية وبط مع الجملة إيه؟ التانية، ولكن however جملتها منفصلة. يعني إيه منفصلة؟ يعني زي ما إحنا قلنا full stop وتتبع بكم. نيجي بعد كده المين talking about problems. أنا عندي مشكلة وعايز أتكلم عنها. I am afraid that I have a problem using the internet for example. I am afraid that. I am afraid that. I am afraid that I have a problem. I find it difficult to solve this sum. I find it difficult to solve this sum. The problem is that. The problem is that أو the terrible is that. لما تقول كلمة the problem أو كلمة إيه أو كلمة the terrible. يبقى تاني the problem or the terrible is that. واكتب السنتنس. The problem is that I can't use my mobile. The terrible is that my printer doesn't work and so on. طيب you express about a problem you have. احنا عبرنا عن مشكلة بنعاني منها، وطبعا اسهلهم مين؟ اسهلهم ان انا بيجي لي في الموقف نفسه كلمة problem، هستخدم اقول the problem is واكتب المشكلة اللي عندي فين؟ في السنتنس اللي هو جايبها لي، او the terrible is that. طيب for offering help لو انا بعرض المساعدة، او انا بسأل واحد عن his problem. ask about problems. What's the matter؟ طب ايه تاني ممكن استخدمها؟ What's wrong؟ يبقى انا ممكن استخدم كلمة ايه تاني؟ ممكن اقول what's the matter or what's wrong. What's the matter or what's ايه or what's wrong. الاسهل لينا بنحفظه. طيب لو انا جيت استخدم كلمة what's the matter الاسهل لينا. طب نفضل what's the matter ولا what's wrong؟ لا، انا ممكن استخدم الاثنين، والاثنين ايزي جدا وسهلين ممكن نستخدمهم بسهوله، اللي هي مين ومين؟ واتس ذا ماتر او واتس رونج. واتس ذا ماتر او واتس رونج. طبعا الاسهل انا هستخدمه، يبقى انا بستخدم كلمه واتس ذا ماتر او واتس ايه واتس رونج. يس. طيب ممكن ايه تاني؟ لو انا بعمل offer لهيلب اقول له what can I help you. اقول له ايه تاني؟ can I help you. can I help you. يبقى what's wrong او what's the matter. انا بحب مين؟ بحب what's wrong. لو انا استخدمت what's wrong صح، ولو انا استخدمت what's the matter ايه برضو عندي صح. طيب او can I help you. طب you ask someone to help you. لو انا اللي بطلب المساعدة، لو انا اللي بطلب مين المساعدة. انا for example I carry a heavy bag and you ask someone to help you. هقول له ايه؟ هقول له can you help me. هقول له تاني اقول له ايه؟ can you help me. can you help me. طيب someone helps me واحد ساعدني، اقول له thanks. يبقى هنا can you help me. Can you help me? Can you help me? يبقى هنا في الموقف ده أنا want someone to help me. هنا إيه؟ I want someone to help me. طب والموقف التاني can I help you؟ يبقى هنا أنا offer. هنا إيه؟ أنا بعمل offer. يعني إيه offer؟ يعني أنا اللي بعرض المساعدة، أنا اللي بقدم المساعدة للآخر. يبقى هنا offer help. offer ايه؟ offer help. يبقى احنا عندنا you offer to help someone. can I help you. طب وهنا لو انا بس بعرض المساعدة او انا ask for help اقول ايه؟ can you help me. can you help me. ممكن استخدم حاجة تانية let me see if I can help. تاني let me see if I can help. انا بالنسبة للأوفر can I help you أنا بحبها عن let me see if I can help. طب لو أنا بسأل واحد إن هو يساعدني can you help me. again can you help me. طب
الخطاب، لو if you want or if someone helps you، واحد ساعدك قول له ايه؟ thanks or thank you، again thanks or thank you. طيب inviting people لدعوة الناس، for example أنا عايز أدعي زميلي أو صديقي أو أصحابي to my birthday party or to my sister's wedding or to have dinner with me or lunch with me and so on. أنا عايز أستخدم أساليب الدعوة would you like to، again would you like to، أو I'd like to invite you، I'd like to invite you. الاثنين طبعا أسهل من بعض، ولو أنا قلت في الامتحان I invite you على طول صح I invite you، يبقى أنا استخدمت ممكن أستخدم الإكسبريشن الجملة إيه مباشرة من غير ما أستخدم كلمة I'd like to. يبقى أنا زي ما نهوتي ممكن أقول I invite you مباشرة. يبقى إحنا عندنا to invite someone لدعوة شخص، would you like to، would you like to come to my birthday party، would you like to have dinner with me، I'd like you to I'd like to invite you to my birthday party، I invite you to my birthday party. أسهل expression فيهم نستخدمه، طبعا احنا كتبنا الأخير لأنه بيقول الموقف يقول لك you invite، أحول الضمير I إلى مين، you إلى I، وأكتب الجملة زي ما هي مكتوب you invite your friend، هنحذف كلمة your friend اللي أنت خلاص بتوجه له الجملة، وقال له I invite you to. For accepting the invitation لقبول الدعوة I'd love to، يبقى for accepting invitations I'd love to. طب refusing I'd love to برضو بحبها، مكتوب عندنا تحت ايه I'd love to but I am busy، but I am ايه بيستمر، ممكن اعمل would مختصرة برضو بدل ما انا اكتبها sentence اعملها صيغة مختصرة، يبقى for accepting invitation I'd love to، that sounds great it sounds great. Refusing invitations I am sorry I'd love to but I can't because I am busy because I have a test I have to revise my lessons and so on. ولكن أبسط أسلوب للاعتذار I'd love to but I am busy، again I'd love to but I am busy، I'd love to but I am busy. يبقى احنا عندنا تعبيرات ممكن نستخدمها to express a to express accepting يعني قبول or refusing، ممكن يقول لك you like this you like or you feel like or you would like، يعني كلها تعبيرات بتدل على accepting اللي هو ايه اللي هو القبول. ولكن you don't want to go you refuse politely بترفض بأدب I am sorry or I'd love to but I can't because أو الexpression اللي احنا عاملينه I'd love to but I am busy again I'd love to but I am busy. يبقى أنا استخدمت I'd love to في القبول وفي الرفض، يبقى لو أنا موافقة I'd love to ولو أنا برفض برضو I'd love to but I am busy. طب نيجي بقى على المواقف اللي عندنا في المنهج. السؤال بيجينا طبعا write what would you say in each of the following situations. Number one you would like to spend the week in the outside في الخارج، you ask your friend for recommendations وبتطلب من صديقك recommendations اللي هو يرشح لك بليس مكان، can you recommend me a good place to spend the weekend، can you recommend me، طب انا ممكن اقول له ايه what's the best place to spend the weekend، what's the best place to spend the weekend، وطبعا ده انا بحبه وسهل، يبقى what's the best place to spend the weekend، what's the best place to speak or to spend the weekend. اوكي ماشي. طيب your friend asked you to recommend him a famous writer to write about، انت your friend asked صديقك سألك او طلب منك to recommend him ان انت ترشح له famous writer كاتب to write about تكتب عنه، I recommend writing about نجيب محفوظ، شايفين recommend وراء الverb plus a على طول plus ing، I recommend reading about نجيب محفوظ، I recommend reading about نجيب محفوظ. Your friend wants to know how to keep fit، your friend wants to know how to keep fit، you should do exercise or you can do exercise، يبقى your friend wants to know عايز اعرف how to keep fit you
should do exercise. You wanted to know your friend's feeling after watching yesterday's new film. Feeling اللي هو الشعور. You wanted to know وانت عايز تعرف. احنا قلنا you wanted to know يبقى انا بواجه ايه سؤال. Can you tell me how you feel after watching the new film yesterday او how did you feel about. اقول له ايه تاني. How did you feel about. احنا قلنا تاني how did you feel about اسهل من مين. من how did you feel when. But how did you feel about watching them. How did you feel about. تعال نستخدمها عندنا في الاكسبريشن how did you feel about the match. نستخدمها هنا كده نفس الاكسبريشن اهو. Yes يبقى you can you tell me can you tell me how you felt after the watching the new film yesterday. طب تعال نستخدم الاكسبريشن بتاعنا وده اسهل وبسيط جدا. نقول له مين how did you feel about. about ايه بقى عندنا هنا ها about the new film or about the new film او about the film. Yes about the new film. لو جينا نحطها هنا the new film. How did you feel about the new film. ايه رأيك او شعورك على عن new film الفيلم الجديد. يبقى again how did you feel when. How did you feel ايه. How did you feel when. يبقى عندنا تاني yes. يبقى ممكن نستخدم ايه. ممكن نستخدم how did you feel about the new film. يبقى احنا عندنا how did you feel about or how did you feel when. انا قلت about عشان هجيب وراها النون مباشرة. طب you watched an exciting film express your opinion. You watched an exciting film express your opinion. I feel excited. I feel excited كنت فرحان. I feel happy أبسط حاجة خالص ممكن أقول له I feel happy. A friend asks you what you do in the new year. صديق واحد سألك أو صديقك سألك بتعمل إيه في رأس السنة. أقول له إيه. First I wear new costumes. At midnight we play with fireworks. يبقى first أولا I wear new costumes. At midnight we play fireworks. You aren't sure that Ali will win the race. You aren't sure يعني مش متأكد. Not sure أقول له Ali might win the race. Ali might win the race. ليه قلنا might عشان عندنا not. يبقى you aren't sure that Ali will win the race. ممكن أحول له الجملة أقول له I am not sure that Ali will win the race. صح لو أنا استخدمت نفس الجملة كده هو نفس الجملة وقمت معملها إيه وقمت كتبها زيها بالظبط بس حولنا الضمير ايه حولنا you are الى I am. حولنا you are لمين ل I am. زي مثلا الجملة اللي قدامنا هقول yes هقول مين علي might او you are. You are. You are هنا تتحول لمين هتتحول الى I am. يبقى انا ممكن اشيل دي على بعضها واحط مكانها مين واحط مكانها I am. حط مكانها مين I am. يبقى لو جينا نبص على you are اهي نفس الجملة اللي مكتوبة وجاية لي في الامتحان واستخدمتها وقمت حاطه لها بس I am. حولنا you are الى ايه الى I am. يبقى you aren't sure that Ali will win the race. Ali might win the race او I am not sure that Ali will win ايه the race. الاثنين صح. طيب علي might win the race ممكن استخدمها باستخدام قاعدة مين باستخدام might plus infinitive اللي تعبر عن الـ answer الـ unnecessary أو الـ uncertain اللي هو عدم التأكد. ولكن أنا لو أنا استخدمت الضمير اللي موجود عندي في الجملة وحولته أو استخدمته مع مين واستخدمناه مع الجملة اللي قدامي أصبحت I am not sure that علي win the race. طيب number 9 you express uncertainty برضو عدم التأكد of watching the football match at the stadium. You express uncertainty عدم التأكد of watching the football match at the stadium. I might watch the football match at the stadium.
I might watch the football match at the stadium. A friend asks you for the best way to revise before the test. A friend, صديقك سألك ترشح له أو توصي له أو تقول له عن أفضل طريقة to revise before the test. A friend asks you for the best way to revise before the test. You must remember not to wait until the day before the test. طبعا لو أنا جيت أوجه نصيحة عشان إيه اللي أعمله قبل أو إزاي أراجع الامتحان، أبسط نصيحة أو أسهل نصيحة، You must remember not to wait until the day before the test. Don't forget to wait. Don't forget to revise well. ما تنساش تراجع كويس. You must remember not to wait until the day before the test. دي أفضل إجابة. You must remember. يجب أن تتذكر not to wait. إن أنت ما تنتظرش until the day حتى اليوم اللي قبل الامتحان. طيب. Remind your father to buy you a present on your birthday. وصي والدك انه يشتري لك الهدية في عيد ميلادك. Don't forget to buy me a present on my birthday. Don't forget to buy me a present on my birthday. You tell a friend your opinion of a book you read last night. You tell a friend your opinion of a book you read last night. بتدي رأيك عن كتاب قرأته في ايه؟ في الاسبوع الماضي. I think it was interesting in fall it's انا بتكلم عنه لان انا ايه I read it last week well it was interesting. I think it was interesting. Your friend came first in a competition. صديقك طلع الاول في المسابقة. اقول له ايه well done او congratulations يعني أحسنت well done. Your friend finds it difficult to learn. صديقك وجد صعوبة في التعلم. Offer to help him. اعرض عليه المساعدة. With his problem. Can I help you with your problem? Can I help you? لو قلت can I help you بس فأخذ من إيه الدرجة. You see a child crying in the street. شايف طفل بيبكي في الشارع تقول لي إيه؟ Do you need any help? أو have you got any problems? أو What's wrong؟ وأنا أفضل هنا أستخدم كلمة what's إيه؟ What's wrong؟ ودي بتفكرنا بجملة جميلة كانت مع طلبة مين؟ مع طلبة رابعة ابتدائي لما طفل إيه راح منه أو تاه عن مامته وقابله راجل الشرطة قال له what's wrong؟ قال له I can't find my mom and so on. طبعا إحنا عارفين بقى إيه اللي حصل بعدها. yes يبقى أبسط حاجة هنا أو الأسهل اللي أنا أستخدمه قال له إيه؟ بدل do you need any help؟ عايز مساعدة. Have you got any problems؟ لا أنا عايز الإكسبريشن ده السهل البسيط. What's wrong؟ مالك يعني كلمة what's wrong مالك اللي بتعيط ليه؟ فطبعا الجمل دي أو الجملة دي سهلة جدا وبتخلينا أحصل على الدرجة إيه؟ على الدرجة النهائية برضو زيها بالظبط. يبقى لو أنا قلت what's wrong؟ أقول له إيه؟ أقول له yes yes. طبعا الاكسبريشن اللي انا برتاح فيه اكتبه ولكن انا بفضل what's wrong. يبقى you see a child crying in the street what's wrong. What's a what's wrong. طيب you want a friend to go with you to the museum this Thursday. You want a friend to go with you to the museum on Thursday. اقول له ايه yes ممكن اقول له هنا would you like to go to the museum this Thursday? Would you like to go? طبعا هنا بعمل invitation دعوة أو invite him. Would you like to go to the museum this Thursday? Your friend invites you to lunch. صديقك دعاك لوجبة الغداء. Refuse politely. يعني رفض بأدب. أقول له إيه؟ I'd love to but I am busy. I'd love to but I am busy. ممكن I'd اللي احنا كاتبينها ممكن أشيل I would وأحط I'd. I'd على بعضها إيه؟ I'd love to but I am busy. يبقى عندنا تاني I'd love to but I am busy. طبعا اي expression منهم بيوصلني لايه ان انا اخد الدرجة النهائية. طيب نجي بقى لأسئلة الورك بوك بسرعة كده. الورك بوك You drop a glass on the kitchen floor. Your younger sister walks in the room. طبعا وقع منك كوب على أرضية المطبخ. Your younger sister walks. أختك الصغيرة هتمشي
عليه، تقول له you should put on your shoes. you should put on، يجب ان انت ترتدي your shoes، حذائك. you shouldn't walk here، او تقول لها you shouldn't walk here، ما تمشيش هنا. يبقى اي واحده فيهم صح. يبقى عندنا you drop a glass on the kitchen floor، you shouldn't walk in here، او you should put on your on your shoes. a friend asks you what you thought of a scary film that has finished. I felt frightened. I felt frightened. يعني أنا بشعر بالfrightened، الخوف. You tell a friend what you did last Saturday at midday. You tell a friend what you did last Saturday at midday. بتخبر صديقك عن اللي أنت عملته last Saturday at midday، في منتصف اليوم. At midday on Saturday، يعني في منتصف اليوم. On Saturday، يوم السبت. I visited my grandmother. I visited my grandmother. ممكن أقول I played tennis. I played chess. I watched TV and so on. يبقى ممكن، يبقى هنبدأ بكلمة مين؟ At midday last or at midday on Saturday or last Saturday I visited my grandmother. A tourist asks you where he can buy a map. عايز اشتري خريطة. You know that the tourist information center gives out maps for free. وانت عارف ان التورست انفورميشن سنتر اللي هو مركز المعلومات للسياحي بيقدمها بالمجاني. فانت تنصحه تقول له you can get a map at the tourist information center. you can get a map at the tourist information center. هتحصل على الماب من التورست انفورميشن سنتر. if your friend has finished a book، the end of the book made you feel sad، ونهاية القصة احزنتك. You want to know if your friend thinks the same. عايز تعرف هل هو عنده نفس الشعور. Did you or did the end of the story make you feel sad? Did the end of the story make you feel sad? Yes. هل نهاية القصة make you feel، طبعا معروف ان الفعل make بجمع مفعول والinfinitive مصدر الفعل. Make infinitive مصدر الفعل. Make you feel sad. A friend asks you what you do before and after dinner. A friend asks you what you do before and after dinner. صديقك سألك أو حد سألك اللي بتعمله قبل وبعد الأكل. اللي احنا بنعمله before قبل and after بعد dinner اللي هو وجبة مين؟ العشاء. يبقى a friend asks you what you do before and after dinner. Before dinner I help my mother cook. After dinner I wash the dishes. Again before dinner قبل العشاء I help mom or I help my mother cook. أنا بساعد مامتي وبطبخ. After dinner I wash the dishes. وبعد الوجبة بغسل مين؟ الأطباق. يبقى before and after. Your mother asks you how you did on your English exam. Express certainty. Your mother asks you. مامتك سألتك how did you feel or how did you or how you did on your English exam. How you did on your English exam. عملت ايه في الامتحان؟ Express certainty للتعبير عن التأكيد. I am sure I passed. I am sure I passed. Your friend asks you if you met the writer who visited the school last week. This wasn't possible because you were ill. طبعا ده كان مستحيل لأنك كنت مريض. طبعا I couldn't meet him because I was ill. I couldn't يعني ما أنا ما قدرتش أقابله because I was ill لأنه كنت تعبان. طبعا بنتكلم عن قدرة فين؟ in the past في الماضي. يبقى your friend asks you if you met the writer who visited your school last week. This wasn't possible. ده كان مستحيل because you were ill. أقول له I couldn't meet him because I was ill. You are in a busy street with your younger brother. You are in a busy street. في شارع مزدحم. With your younger brother. مع أخوك الصغير. You advise him not to walk too close to the road. بتنصح ما يمشيش بالقرب من الطريق. You must remember not to walk too close to the road. Don't forget to walk too close to the road. يبقى you must remember not to walk too close to the road. You must remember تتذكر not to walk ان انت ما تمشيش too close. زي ما هي جيبها لي بالنص نكتبها. انا عندي الجملة اهي هتبدأ من عند مين؟ من عند not to walk. طبعا الاجابة بتاعتها هتبدأ من هنا. هنبدأ من عند هنا وناخد مين؟ نكتب عندها you must remember
you must remember ونحط الايه بقيه الجمله not to walk too close to the street or to the road. A friend said that Athens is bigger than London. You don't think that's correct. Again, a friend says. A friend said that Athens is bigger than London. You don't think that this is correct. مش متأكد إن ده صح. I am not sure that's right. I am not sure. يعني أنا مش متأكد. That's right. It might be right. It might be. يعني ربما إن ده إيه صح. لكن هنا not sure. لو أنا قلت it might be right برضو باخد الفول مارك بتاعتي في الامتحان. Your friend thinks he saw a cat in the hotel. You are certain that cats aren't allowed in the hotel. ممكن نستخدم it can't be a cat. It can't be a cat. مستحيل تبقى cat. I am sure cats aren't allowed in the hotel. ممكن أبدأ من عند الجملة اللي عندي أهي. I am sure. برضو ممكن نبدأ الإجابة من نهاية السنتنس. I am sure that cats aren't allowed in the hotel. هو بقول لك you are center. أقول له إيه؟ I am sure. ممكن أستخدم I am certain. يبقى I am certain that cats aren't allowed in the hotel. أو I am sure that cats aren't allowed in the hotel. أو it can't be a cat. It can't be a cat لأن ده مستحيل. Because they aren't allowed in the hotel. A friend asks you for the best way to revise before the test. You must remember not to wait until the day before the test. You must remember not to wait until the day before the test. Although you lost the game, بالرغم ان انت خسرت المباراة, you congratulate your opponent. بالرغم ان انت خسرت, بتهني الopponent اللي هو مين؟ الخصم. Well done. Well done. طبعا أبسط أسلوب congratulation. Well done. You want to invite your friend to your house this Saturday. You want to invite بتدعو. Would you like to come to my house this Saturday? Would you like to come to my house this Saturday? طب لو أنا قلت I invite you to my house برضو صح. ممكن نشيل كلمة your friend دي نشيلها. ممكن نشيل كلمة your friend وحط مكانها مين ونقول I want to invite you to my house this Saturday. أو ممكن نستخدم الإكسبريشن would you like to come to my house. طبعا your معروفة أنها بتتحول لمين, لتتحول إلى my, لأن أنا هنا هسأل, هنا أنا بكلم الشخص اللي قدامي يقول له your إلى my. You see a person looking under their car. شفت شخص بيبص تحت الكار السيارة. ليه استخدمنا there لأن كلمة person زي كلمة everyone زي كلمة everybody بتعامل معاملة المفرد ويعود عليها ضمير إيه؟ ويعود عليها ضمير جمع. عشان كده استخدمنا there, ما قلناش لا his ولا her. You see a person looking under their car. You want to know if they need help. عايز تعرف هما محتاجين مساعدة. Have you got any problems? Have you got any problems? أو إيه تاني؟ أو what's wrong؟ فاكرينها ولا نسيينها؟ what's wrong؟ يبقى أنا ممكن أقول الإكسبريشن أو الجملة اللي عندنا ممكن أستخدم مين؟ أستخدم what's wrong. طبعاً إحنا مستخدمين what's wrong لسه من شوية في جملة تانية. أهي عندنا يمكن جملة what's wrong. ممكن أنا أستخدمها برضو هنا في الجملة اللي عندنا وقول إيه what's wrong. يبقى تاني أيوة نقول إيه ممكن نقول have you got any problems. ولو أنا حطيت بتس أس نستخدم مين على طول what's wrong في إيه. يبقى هنا asking for a problem. يبقى you see a person looking under their car ببصوا تحت السيارة بتاعته. You want to know if they need help. What's wrong? قول له أتاني what's wrong. A friend asks you to go to the beach this Saturday. You would like to go. عايز تروح يبقى إنها accept the invitation. قبلت دعوته. I'd love to. لو قبلت الدعوة قول إيه I'd love to. A friend asks you why you look worried.
why you ذكر ليه انت بتشعر بالورد الخوف او القلق. It's because you have a problem using the printer. عندك مشكلة في الطبعة. Again, a friend asks you. يعني صديقك سألك. يعني وجه لك سؤال. You will a. You will answer. هترد عليه. And you. Why you look worried. ليه انت بتشعر بالورد القلق. It's because. ده بسبب you have a problem using the printer. Yes. A friend asks you why you look worried. It's because you have a problem using the printer. I am afraid that I have a problem using the printer. I am afraid that I have a problem using the printer. طب ما أنا ممكن أدخل على problem على طول. The problem is that I have a problem using the printer. Or the problem is that I can't use my printer. I can't use my print. Yes. The problem is that I can't. I can't use my printer. I can't use my printer. Yet again, the problem is that I can't use my. I can't use the printer. يبقى ممكن أقول له. I am afraid that I have a problem using the printer. I am afraid that I have a problem using the printer. Of the problem is that I can't use the printer. The problem is that I can't use the printer. Yes, ونستخدمها طبعا بطريقة سهلة وبسيطة وإيه وأسهل. يبقى the problem is that I can't use the printer. You want a friend to go with you to the museum this Thursday? Would you like to go to the museum this Thursday? Would you like to go to the museum this Thursday? يبقى again, you want a friend to go with you. عايز صديقك to go with you to the museum. Would you like to go to the museum this Thursday? الحمد لله كده وصلنا لنهاية السؤال الثاني. رجعنا expressions اللي احنا بنستخدمها for situations في المواقف. خدنا او تناولنا الاسئلة اللي عندنا في كتاب المدرسة ورجعنا اخدنا expressions تعاملنا معها مع اسئلة workbook اللي هي اسئلة كتاب الأنشطة. طبعا الأسئلة دي مهمة جدا ولا يخلو منها إيه ولا يخلو منها امتحان. يعني لابد الامتحان بيجينا معظمه أو بل لو قلنا 99% من الأسئلة فمنها ممكن نقول من أسئلة كتاب المدرسة وكتاب مين وكتاب الأنشطة اللي هو الأكتيفيتي. أتمنى أن الحلقة النهاردة إن شاء الله تكون بسيطة وسهلة. And you understand this well, نستوعبها كويس. And study hard for the exam to get the full marks. ونذاكر كويس من الامتحان عشان نحصل على الفول مارك الدرجة النهائية. وأتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله الحلقة القادمة هنتناول موضوع أو سؤال جديد من أسئلة إيه؟ من أسئلة الامتحان. يبقى النهاردة كنا بنتكلم عن السؤال الأول من أسئلة الامتحان. المرة الجاية إن شاء الله هنتناول سؤال جديد من أسئلة الامتحان إزاي نتعامل معاه في الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.